مشاهدينا الكرام، للحديث عن قضية العشوائيات في محافظة وسط في ظل عمليات التهجير التي تقوم بها الحكومة لسكانها من دون وجود بدائل أو حلول، ينضم إلينا عبر الهاتف من الكوت الناشط المدني السيد كريم البهادلي. حياكم الله. بداية، الحكومة هددت سكان العشوائيات في محافظة وسط بإخلاء منازلهم، ما مصير هؤلاء السكان بعد أن حددت الحكومة موعدا لإخلائهم لمنازلهم؟ الاستاذ ما في لهم مصير، لا حياه الا من تنادي، هو هذا الشعب، يعني هاي الحكومه جاي تحارب شعبها. نعم. لا تنقي بدائل، ولا توجد له حلول، ولا تخلي بسكن نظيف يعني وزين وهايه. يعني هم مجرد يريدون مصلحتهم، احنا ما جايين نعيش بحكومه، احنا جايين نعيش بين اصابع. نعم. يعني حكومه هي جاي تذل شعبها. جاي تفلش العشوائيات ماسه، لا تلقي له حلول، لا تعطي قطع اراضي، لا تعطي. يعني برايك لماذا لم تراعي السيد سيد كريم؟ سيد كريم، يعني حكومه عصابه. سيد كريم، هل تسمعني؟ اسمع. طيب، لماذا لا تراعي الحكومه ظروف هؤلاء الناس ووضعهم المالي وهم من الطبقه الفقيره؟ استاذ يعني قيلة العشرين عام الشعب كله يعاني من هذه الحكومة، هذه حكومة فاسدة، هذه حكومة متسلطة. نعم. هذه حكومة حدثت ما حدثت في البلاد، قتلت الشباب، قتلت نعم. المتظاهرين. يعني على انه على مود بقاها كل شيء تسوي، تسفك الدماء، تقتل. بماذا سيد كريم، بماذا انشغلت الحكومة في بغداد ولم تلتفت بهذا إلى ظروف الناس وأوضاعهم المعيشية وأزماتهم الاقتصادية، وكذلك لم توفر لهم السكن؟ بماذا تنشغل الحكومة برأيك؟ استاذ ما تسوي شيء الحكومة، ولا تسوي حلول، لان قلت لك انا حكومة فاسدة، حكومة تعبانة، حكومة باقية تدور مناصب وكراسي، ما يهمها الشعب وين يقعد وين يسكن، بالعشوائيات بالشوارع. هي ما يهمها، يعني هي حكومة جاي يقول لك جاي تحارب. وصلت الفكرة سيد كريم البهادلي الناشط المدني، كنت معنا من مدينة الكوت عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.